اهلا بكم مره تانية اعزائي المشاهدين، معي ومعكم ضيفنا النهارده كابتن عماد غنيم المحلل الفني والكروي الكبير. استاذ عماد اهلا بيك. اهلا بيك كابتن، مبسوط اني مع حضرتك النهارده. انا مبسوط جدا جدا، وطبعا عايز اقول لحضرتك في البدايه عندنا ماتش الهلال السعودي، صحيح، وحضرتك يعني قريب من الكره العربيه بشكل كبير وايضا الكره السعوديه، واكيد عندك فكره كبيره جدا عن الهلال السعودي. بس قبل ما نتكلم عن الهلال السعودي، رأيك في نادي الزمالك الموسم المنقضي اللي خدنا فيه الدوري وخدنا فيه كاس القديم ووصلنا لدور الثمانية اعتقد في الكاس الجديد، وداخلين على السوبر المصري في الامارات، وداخلين على كاس لوسيل، حاجات كتيره جدا جدا نادي الزمالك حققها هذا الموسم. صحيح، رأيك فيها ايه يا استاذ عماد؟ انجازات كتيره، بس حابب في البدايه بس اشكر حضرتك الاول على وجودي طبعا مع حضرتك في قناه نادي الزمالك. تشرف تشرف ده بيك. شرف ليا، رقم واحد. رقم اتنين، في وجودي في البرنامج الاساسي للقناه، رقم اتنين. رقم ثلاثه، في وجودي مع حضرتك كابتن مصر كلها. طبعا شرف ليا يا حبيبي. طبعا الزمالك السنه دي بيقدم موسم استثنائي الحقيقه، اداء مش نتيجه بس، ده اداء ونتيجه. كمان على الجانب الخططي في الملعب، الزمالك الفريق اللي بيلعب باريحيه وعنده مرونه تكتيكيه في الملعب. وممكن واحنا بنتكلم نستعرض على الشاشه، انا عرضت الزمالك والهيستوري بتاعه واداؤه في الملعب في ثلاث صور بالظبط. هي ان احنا ازاي جيسبالدو فيريرا قدر ان هو يعلم اللاعبين بشكل جماعي، وخاصه خط الدفاع، ان هو اول ما تولى القياده كنا بنلعب بيراميدز، كانت اللاعبين يا كابتن طارق بيقفوا وشهم ظهرهم لحارس المرمى، يعني بيبقى ظهر اللاعب المدافع لمرماه، وده مش صح في الكوره. فالصح ان احنا لما كخط ديفنس ابقى واقف، لازم اكون ابقى شايف الكره اللي بتتلعب، وفي نفس الوقت شايف المرمى بتاعي، عشان لو المهاجم بتاع الفرقه المنافسه جري او قطع مني انا اعرف اطلع وراه. فالثلاث صور دي بتلخص الوقفه. كنا واقفين في طريق في ماتش مباراه الاهلي 5-3 في الدور الاول، واقفين بطريقه خاطئه. كان رامي ربيعه بيلعب كره عرضيه من النادي الاهلي لمحمد شريف، وكانت كره خطر على مرمى نادي الزمالك نتيجه الوقفه الخطا. اذا وتمت معالجتها. الراجل صحح كل هذه الاوضاع بالظبط، تمت. يعني اذا هو مدرب، انت تدي له لاعب ناشئ يعرف يستغله ويطلع منه احسن كواليتي واحسن اداء. طيب احنا برضه هنعرض لك الحاله، بس قبل الحاله معلش ثبتوا الحاله. طبعا اكيد مليون في الميه التعاقد مع فيريرا من اداره نادي الزمالك كان يعني نقول ان هو الاهم في القصة كلها. صحيح، انك انت تجيب مدرب بقدرات فيريرا وتجيبه في الوقت الحساس ده وتحطه في قيادة فنية نادي الزمالك، اكيد هو قرار صائب من مجلس ادارة نادي الزمالك. صحيح، وهضيف هو كان ريسك عالي، ولكن ازاي؟ بمعنى ايه ريسك عالي؟ ريسك ان انا بجيب مدرب جديد في نص في منتصف موسم، قبل بدايه الدور الثاني، في وقت خطر، في وقت كان كمان الزمالك كان في نزيف من النقاط، زي ما يمكن هنستعرض كمان شويه ان احنا بدايه الزمالك كان في الزمالك كان متاخر في بدايه الدوري بحوالي 5 أو 6 نقاط زي ما هنستعرض في الاحصائيات. تمام. ولكن ده براكتيكال، يعني ده 6 نقاط دي عمليا، ولكن فيزيكال كمان كان لو كان الاهلي كسب مؤجلاته كان هيصل الفارق ل 12 نقطه. فيمكن هنا ده يحسب طبعا للاداره الفنيه للزمالك، ويحسب لمجلس الاداره ده اكيد. فيريرا برضو نلخص بكلمتين كده، هو المدرب اللي خلى الزمالك يقدر يكون فعل في الملعب ورد فعل. ازاي انا اكون فرقه رد فعل ولكن متحكم في سيناريو الملعب؟ طيب دي لقطه من اللقطات اللي انت طلبتها، ممكن حضرتك تشرحها لنا بقى عملي؟ هنا دي الكوره طلعت من رامي ربيعه، الكوره اتلعبت دياجونال باس اوفر لمحمد شريف. الكوره دي في تكمله الفيديو كانت الكوره خطر على مرمى الزمالك. انت هنا بتشوف وقفه لعيبه الزمالك، وقفه لعيبه الزمالك بتبين اللي وقفه لعيبه الزمالك طبعا واقفين غلط الاربعه المدافعين طبعا، لان طبعا احنا لما اللاعب المدافع بيقف ظهره للجول بتاعه، فلما ابتدي اجري لمرمايا تاني فبيبقى في ديلي معناها في تاخير في الوقت، معناها ان المهاجم لو رايح بوشه هيبقى هو اسرع مني، فلازم انا اعوض دي بالسرعه. طب انا ليه اعوضها بسرعتي؟ انا بس نقف صح في الملعب. نقدر نستعرض الصوره اللي بعديها، كانت صورتين لمباراه بيراميدز بالظبط. هنا هنشوف الفارق، هنا خط الديفنس بتاع الزمالك هنا واقف بشكل صحيح وسليم، واقفين وشهم مقابل شايفين الكوره وشايفين المنافس بالظبط، وشايفين في منافس تسلل المفروض بالظبط. لا هي الكوره اتلعبت للوينج رايت اتلعبت، ولكن كان الباك ليفت بتاع الزمالك غطى وقدر فعلا هو يقطع الكوره وانتهت خطورتها. هنا بنشوف ان احنا ازاي كلاعبين في الملعب وخططيا
اوسفالدو فيريرا قدر ان هو يبقى ليه يصحح الاوضاع وليه لمسه في التمركزات في الملعب او كبوزيشن. وزي ما قلنا هو ازاي ان احنا نكون فعل ورد فعل، زي ما كنا بنتكلم مع حضرتك ان انا ازاي اكون فعل في الملعب. في الكره الفرقه بتبقى فعل او رد فعل. رد فعل بمعنى ان انا بكون رد فعل للفرقه المنافسه، ولكن ان انا اتحكم وانا رد فعل، وشفناها في مباراه الاهلي الاخيره 2-1 كان بيشاور اللعيبه خلاص احنا نرجع ونتحكم، حتى وانا برجع للحاله الدفاعيه والتحولات الدفاعيه وبطريقه لعب دفاعيه، ولكن اتحكم في زمام المباراه. هي دي الحقيقه اللي انا بشوفها تحسب للمدرب الزمالك. تمام، عندك لقطات تانية؟ ممكن بقى نخش في الاحصائيات بقى. احنا عارفين ان ان السيزون اللي انتهى ده احنا الزمالك هو احسن هجوم طبعا مع النادي الاهلي برصيد 62 هدف. افضل دفاع هو الاهلي عليه 21 هدف، بمعنى فاصل 61% كل مباراه. كمان برضو من هنا عايز اعمل تحيه لفاركو. فاركو الحقيقه برضو نونو الميدا ادى هو اقل فريق دخل فيه اهداف اعتقد. بالظبط، هو الدفاع الثاني ورا النادي الاهلي عليه 22 هدف، ولكن احرز 21، ولكن الرصيد قليل، ولكن موقعه في جدول الدوري هو في المركز الثامن، فتدي لك انطباع ان هو فريق فعلا بيجيد التحولات، خاصه التحولات الهجوميه للدفاع. يعني بيعرف يتحول بسرعه من الحاله الهجوميه لفاركو، يعرف يرجع بشكل منظم. هو بيلعب بطريقه 5-2-2-1، ده طريقه لعبه، ولكن في الحالات الدفاعيه بيلعب 7-2-1، بيعرف تنظيم دفاعي. بالظبط، تنظيم دفاعي. وطبعا مدربه هو نونو الميدا، هو تلميذ فيريرا. نفس الفكر يعني، نفس الفكر. او يعني بالزبط. مش نفس الفكر، ان فيريرا بيهاجم، هو بيدافع بشكل اكتر يعني. صحيح. لو دخلنا على الاحصائيات، احنا عندنا الزمالك كان في المركز الاول، ممكن نستعرضها على الشاشه. الزمالك في المركز الاول برصيد 77 نقطه، بيراميدز الثاني برصيد 71، والاهلي الثالث برصيد 70 نقطة. الزمالك فاز 24 مباراة من 34 بنسبة 70%، بيراميدز فاز 22 مباراة من 34 بنسبة 65%، والأهلي فاز 20 مباراة من 34 بنسبة 59%. التعادل للزمالك 5 مباريات من 34 بنسبة 15%، وبيراميدز تعادل في 5 مباريات من 34 بنسبة 15%، والأهلي تعادل في 10 مباريات من 34 بنسبة 29%. أما الهزيمة فكانت الزمالك هزم في 5 مباريات من 34 بنسبة 15%، البيراميدز اتهزم 7 مباريات من ال 34 بنسبة 20%، والأهلي هزم في 4 مباريات من ال 34 بنسبة 20%. نلاحظ هنا أن الأهلي هزم في عدد مباريات أقل، ولكن تعادل بشكل أكتر، تعادل في 10 مباريات. الاحصائيه اللي بعديها بنتكلم على زي ما بنستعرضها على الشاشه، بنتكلم على قدامك الجولز. على الشاشه بالظبط، الجولز فور والجول اجينست. الزمالك 62 هدف وعليه 29، بيراميدز 56 هدف وعليه 25، الاهلي 62 هدف وعليه 21، وهو افضل دفاع. مدلول هي يا دكتور يا كابتن، مدلول هي يا كابتن عماد الاحصائيات انت بتقولها دي؟ يعني احنا هنخرج منها ان الزمالك حقق نسبة أكتر من أي فريق آخر، سواء في بالنسبة لإحراز الأهداف أو بالنسبة لـ صحيح. مدلول قبل الإحصائية يعني. دي إحصائية تانية، إحنا بنتكلم في الإحصائية اللي قبليها. إحنا مدلول الإحصائية اللي كنا بنتكلم موضوع الأهداف، إن الزمالك في كل مباراة بيحرز 1.8 هدف في كل مباراة، وعليه فاصل 0.8 في كل هدف في كل مباراة. في كل مباراة بالظبط. بيراميدز بيحرز 1.6 في كل مباراة، وعليه 0.7 في كل مباراة. الأهلي بيحرز 1.8 في كل مباراة، وعليه 61% في كل مباراة. الاحصائيه او الرقم التالي لو نعرف نستعرضه على الشاشه، هو القيمه التسويقيه للاهلي والزمالك وبيراميدز، عشان نشوف فرقنا فين من القيمه التسويقيه، وهنربطها بعد شويه كمان بالفرق في الدوري السعودي. القيمه التسويقيه للزمالك 21 مليون 3.43 من 100 مليون يورو، وهو في المركز ال 15 عربيا. اما بيراميدز فالقيمه التسويقيه لفريق بيراميدز هي 22، هي نفس الاحصائيه اللي احنا كنا عليها في منتصفها في القيمه التسويقيه. الاحصائيه اللي فاتت هي دي. هنا ربطناها شويه، دي انا حطيت الاحصائيات ولكن مع مقارنه بالدوري السعودي. بيراميدز 22 يعني مليون، يعني مش الفلوس كل حاجه يا عماد. صحيح، ما احنا كنا فعلا بنتكلم يعني قبل ما يدخل على الهواء كابتن، ان اهم حاجه الصفقات فعاليه يعني. بيراميدز والاهلي اعلى من الزمالك، لكن الزمالك هو البطل. دي حقيقه. ده يمكن هو السبب كمان ورا الاحصائيه دي، ان الزمالك القيمه التسويقيه فيه قليله شويه، ان عدم ابرام صفقات الموسم اللي فات، سواء فترتين. عندنا فترتين بالظبط، بلس اللعيبه اللي مشيت، فانت القيمه التسويقيه عندك قلت. ولكن تحيه طبعا لكل اللاعبين، ان رغم هذه الامكانيات ورغم هذه كل الظروف، المسافه قريبه جدا. وبعدين خلي بالك كمان، في لعيبه قيمتها التسويقيه عليت طبعا من ساعه ما جت لغايه دلوقتي،
الامور نطت معاها بشكل طبعاً كبير جدا. ومباراه الهلال اللي جايه دي الحقيقه ماراثون هايل جدا لعبت زمالك، فرصه لرفع القيمه التسويقيه بشكل خيالي. انت بتلعب على الاستاد اللي هتلعب فيه افتتاح كاس العالم، اللي هتلعب فيه نهائي كاس العالم. بشوفها ان هي بروفا، هم هي الحقيقه قطر عامله البطوله دي ومستضيفه البطوله بتاعت الكاس، بطوله الكاس السوبر المصري السعودي ما بين بطل الدوري المصري الزمالك وبطل الدوري السعودي الهلال السعودي عشان خاطر بروفا لكاس العالم. اذا انا بشوفها هي تسويقيه، وزي ما حتى فضلت قلت في الانترو كمان هي مقابل مادي كبير طبعا نستفيد منه طبعا كنادي الزمالك طبعا. القيمه التسويقيه هنا احنا لو كنا استعرضناها كمان كنا شفنا ازاي فريق الهلال وصل الهلال 60 مليون فاصل 43 مليون يورو لعيبه الهلال. لعيبه النصر السعودي كان بينافس مع الهلال والاتحاد 55 مليون فاصل 68. في الاحصائيه حاجه جميله برضه حابب اقولها، اخر حاجه ممكن يعني نقولها اللي هي الاكس جي، اللي هي معامل اللي هي الاكسبكتد جولز او معامل الخطوره، معامل فعاليه الفرقه. ودي بنحسبها عاده لخط الهجوم طبعا. لو انا عندي خمس فرص رحت بخمس فرص يا كابتن على الجول، الفعاليه على المرمى تقصد؟ بالظبط، فعاليه على المرمى وفعاليه وخطورتي على المرمى. رحت بخمس فرص احرزت خمس اهداف، اذا خمسه على خمسه اذا هي واحد، اذا هي القيمه الماكسيموم ليها واحد. لو رحت بخمس فرص ما احرزت ولا هدف فخمسه وما حرصتش حاجه فاذا تبقى زيرو، يعني تتراوح من صفر لواحد، اقل حاجه زيرو واعلى حاجه واحد. الاكسبكتد جولز اللي هي الاتش جي للزمالك 79%، لبيراميدز 74%، والاهلي 85%. طبعا النادي الاهلي هنا اعلى. ليه نقول اعلى؟ لان هو طبعا احسن هجوم، ولكن مع الاداء الفني القليل، ولكن لما بيروح بيخلص. فطبعا دي كلها ارقام واحصائيات لازم تتقال. تمام. طبعا قبل ما ننهي برضو احصائيات الدوري، برضو عاملين استاتستيك كده بسيطه قوي للفرق اللي هبطت والفرق اللي صعدت. احنا خلاص الفرق اللي نزلت خلاص مصر المقرصه وايسترن كومباني والجونه. الفرق اللي صعدت اسوان، وتحيه لاسوان لان اسوان هو الفريق الوحيد اللي هبط السيزون قبل الماضي ورجع السنه ده. بالظبط، فتحيه لاسوان لان لما هبط مع الانتاج ووادي دجله ورجع تاني، مع طبعا الداخليه وحرس الحدود صعدوا للدوري الممتاز السيزون القادم. الاحصائيه اللي بعديها ممكن نعرض هي دي اللي بتقول عليها، احنا كنا قلناها فعلا. الاحصائيه اللي بعديها ممكن نعرض بقى الاهداف في الدوري، اهداف الخاصه بالزمالك والاهلي وبيراميدز، ومقسمين شوطي المباراه لثلاث اربع ساعه عشان نشوف انا كتيم سواء كان اهلي سواء كان زمالك سواء كان بيراميدز بلعب ازاي وبحرز اهداف امتى وبيتم احراز اهداف فيا امتى. ممكن نعرضها، هي ثلاث. خليها في الزمالك، خلينا في الزمالك. تمام، يعني برضه عشان ايه وقتنا. هاتوا فين يا جماعه الزمالك في ربع ساعه الاولى من الشوط الاول احرز اربع اهداف. انت قول الاحصائيات. ودخل فيه خمس اهداف. في الربع ساعه الثانيه من الشوط الاول الزمالك احرز ست اهداف ودخل فيه اربع اهداف. في الربع ساعه الاخيره من الشوط الاول الزمالك احرز 14 جول فور وعليه اربع اهداف جول اجينست. هي دي بالظبط. في الربع ساعه الاولى من الشوط الثاني الزمالك احرز 9 اهداف وعليه هدفين. الربع ساعه الثانيه الزمالك احرز 15 هدف وعليه 9 اهداف. في الربع ساعه الاخيره الزمالك احرز 14 هدف وعليه 5 اهداف. ده يؤكد الروح القتاليه عاليه لاخر دقيقه، اعلى حاجه اخر ربع ساعه. ربع ساعه في الشوط الاولاني والربع ساعه الثانيه والثالثه من الشوط الثاني. بالظبط. اذا انا في مخزون بدني كويس للفرقه، الفرقه واقفه على رجليها. ومعناه برضو ان الفرقه المنافسه ما بتبقاش في احسن حاجه في الحاله البدنيه، لان كمان زي ما بنستعرض هنا للنادي الاهلي بيمتاز في اخر ربع ساعه في الشوط الثاني. الاهلي احرز في اخر ربع ساعه الزمالك تميز 18 هدف. بس هو النصيب الاكبر في اخر ربع ساعه طبعا للنادي الاهلي. ومن هنا زي ما بيتقال الاهلي 19 بلس، فهي دي خبرته طبعا. بيخلص في اخر ربع ساعه، ما احرزش اهداف كافيه في بقيه الوقت، ولكن بيعوضها في الربع ساعه الاخيره. برضه في اخر احصائيه احنا هنا بنعرض برضه بيراميدز بيمتاز برضه في اخر ربع ساعه، لانه بيلعب فرق شويه الفرق المنافسه بتكون وقعت في اخر ربع ساعه زي ما حضرتك عارف. تمام. ممكن بعد كده نعرض، انا كنت برضه عملت هيستوري كده بيبين نتائج مباريات الزمالك من اول شهر 4. وبرضه عملتها للاهلي، بنقارن شويه ما بين بعض الماتشات والنتائج. هو انفوجراف عباره عن النتائج والماتشات. الزمالك كسب 17 مباراه بالظبط بالقياده الفنيه لجوزفالدو فيريرا. الزمالك كسب 17 مباراه من 23 بنسبه 74%. طبعا اللون الاخضر هو بيمثل الفوز في المباريات، واللون الازرق بيمثل التعادل، واللون الاحمر بيمثل الهزيمه. يمكن كان الزمالك لو فاز في اخر مباراه كان حقق، يعني شايف انه كان رقم
قياسي كان ممكن يحققه لولا التعادل مع الاتحاد والهزيمه من إسترن في نهايه الدوري بعد ما تاكد حسم الدوري وتم الدفع بعدد الناشئين. 13 مباراه بدون هزيمه على الاقل. بالظبط بالظبط. وتعادل. بالظبط. بس احنا نعد بالناشئين على فكره. بالظبط. هو الماتش الاخير وحتى ماتش الاتحاد برضو الدنيا ما كانت. هو انا احيانا بشوف ان الزمالك ماتش التتويج يعني كنا توجنا خلاص بالبطوله. بالظبط. هو الزمالك لعب بالناشئين الحقيقه انا شايف من يمكن من بدايه يمكن بدايه السيزون من بدايه الدور الثاني الحقيقه لعب الزمالك بالناشئين. الزمالك بيلعب من ساعه ما جه فيريرا. بالظبط. وادوا بشكل كويس الحقيقه يحسب ليهم الناشئين يحسب للاداره ان انا ازاي يبقى عندي ناشئ صغير ادي له الخبره. طب خلينا نسيب الدوري المصري وعندك حاجه. حابب برضو بعد دي في احصائيه برضو نفس الانفوجراف للنادي الاهلي برضو بنبين الثلاثه القيادات الفنيه المختلفه في الثلاث فترات من اول شهر 7 في الاول موسيماني ثم كابتن سامي قمصان ثم سواريش برضو بنعرض النتائج. لا ما شويه لم يوفقوا طبعا دي النتائج برضو الاخضر هو الفوز والاحمر يعني احنا هو مش عايزين برضو ان نتعرض للنادي الاهلي في قصص. لا خلاص يا جماعه يعني حقهم برضو يا كابتن معلش حقهم ما فيش مشكله ما يعني مش عايزين عايزين احنا نتكلم على معلش يا استاذ عماد معلش كابتن عماد اهم حاجه ان احنا بنتكلم على الهلال السعودي صحيح وقدراته ومميزاته واذا كان هناك عيوب وهو عامل ايه في الدوري السعودي. انا اعلم ان هو يعني كسبان 3 ماتشين اعتقد ومتعادل ماتش حاجه كده صحيح صحيح. حضرتك بقى القنا الضوء على الهلال السعودي وشرح بالتفصيل طريقه اللعب تمام الخطوره فين بيمتاز بايه؟ عيوبه ايه؟ عملت اذا كان هناك عيوب يعني تمام في احصائيه كده او ستاتستكس بسيطه انا عملتها الحقيقه برضه عشان نبتدي منها ندخل على مباراه الهلال ما بين الزمالك واحصائياته وارقامه ومع الهلال. بنقول ان الزمالك احرز الدوري اخر مرتين متتاليتين من الدوري مجموع الفوز بالدوري الزمالك 14 مره. الهلال اخر 3 مرات متتاليه فاز بالدوري من 18 مره في تاريخه. البطولات الاجماليه للزمالك 77 بطوله للهلال 65 بطوله. اذا هنا الاسبقيه للزمالك والخبره للزمالك والبطولات اكتر لنادي الزمالك. تمام. الزمالك كان متاخر في بدايه الدوري لو ممكن برضه نستعرضها. الزمالك كان متاخر في بدايه الدوري وزي ما قلنا براكتيكال ست نقط ولكن فيزيكال وصلنا لغايه 12 نقطه وكان المنافس نادي الاهلي فاز بمبارياته. الهلال كمان كان متاخر براكتيكال عمليا ب 16 نقطه في الدوري هذا السيزون وقدر ان هو يرجع. هداف الدوري المصري هو احمد سيد زيزو برصيد 19 هدف، هداف الدوري السعودي هو اوديون ايجالو برصيد 24 هدف وهو لاعب الهلال وهو مهاجم نيجيري جيد زي ما هنستعرض دلوقتي. تمام. دي يمكن احصائيات الخاصه بالزمالك والهلال مقارنه صغيره كده. الهلال السعودي بيلعب بطريقه تقليديه بيلعب ب 4-4-2، الاثنين الفراوده بيلعبوا سترايكر وشادو سترايكر. مين الاثنين الفراوده؟ الفراوده عنده اوديون ايجالو سترايكر صريح والشادو سترايكر هو سالم الدوسري لو ممكن برضه بيلعبوا تحت بعض يعني. تحت بعض بيلعبوا جنب بعض كده بيلعبوا تحت بعض سترايكر وشادو سترايكر. حارس المرمى عبد الله المعبود هو ما لعبش مباراه الاهلي في كاس العالم للانديه. معبود ولا معيوف؟ المعبود عبد الله المعبود. الرايت باك سعود عبد الحميد واثنين فول باكس هما جان جهيون سو ده لاعب من شرق اسيا وعلي البليهي ولكن علي البليهي ده هيلعب المباراه دي لان عندهم اصابه في متعب المفرد ده كان لاعب في مباراه الاهلي ولكن هو فول باك هو مصاب فاذا سيتم الدفع من رامون دياز المدرب الارجنتيني للهلال بالبديل علي البليهي. والليفت باك هو ياسر الشواني. الاربعه في نص الملعب الرايت باك هو موسى مارينجا ولعيب الحقيقه بيجيد لان هو رايت باك هم بيلعبوا بوينجين بيطيروا على الاطراف زي ما هنستعرض دلوقتي في طرق اللعب وممكن نستعرض على الشاشه بعض التحولات لمباراه الهلال. الاثنين سنتر هاف هما سليمان الفرج او جوستافو كويلر لان هو الحقيقه ممكن يتم الدفع بثلاث لاعبين في السنتر هاف وعبد الله عطيفي ده السنتر هاف الثاني او هيلعب بجوستافو كويلر وجنبيه ماتيوس بريرا واندري كاريلو دول يلعب بحيث انه يلعب باربعه خمسه واحد, واحد. عشان بالظبط لان احنا زي ما عارفين ان منطقه نص الملعب خاصه لنادي الزمالك اللي بيتم السيطره عليها بيكون ليه السيطره والسياده على ملعب المباراه. والليفت باك هو ميشيل ديلجاو. الحقيقه هم عندهم محترفين من على الاطراف بيتميزوا بسرعتهم. بعض الصور ممكن تشرح لنا كمان ان هو بيخلي الاسترايكر والشادو سترايكر ينزلوا نص الملعب فيفتحوا للوينجرز يطلعوا ولما بتتلعب طريقه لعبهم هو بيعمل بيلد اب من تحت مع المدافعين ثم يطلع على الاطراف وبيلعب كره عكسيه على الوينج العكسي. يعني انا بحضر لعب واطلع على الوينج ثم العب مع الوينج العكسي الناحيه الثانيه سواء كان في الليفت على ميشيل ديلجاو او على الناحيه اليمين على موسى مارينجا ويتم زياده وعمل عرضيات وبيزيد الوينج العكسي مع الاثنين اللي هم قلبي الهجوم اللي هو الدوسري سالم الدوسري
واوديون ايجالو، فبنلاقي الثلاثه راس حربه. طب عايزين مع الكره الصوره يا العربيه. جماعه بعد اذنكم اللي هي اللي بتمثل الضغط العالي بالنسبه للهلال، لان هو بيضغط على المنافس من فوق، بيلعب ضغط عالي، وده برضو بنقوله لمستر فيريرا والجهاز الفني ونادي الزمالك، ان الراجل بيشتغل زي ما انت شايفين كده. اتفضل يا صحيح. كابتن. هو بيلعب ضغط عليه، بيحاول ان هو يولد الخطا في منطقه الخطوره. احنا عارفين ان الكوره دلوقتي هي وضغط هنا الريسك بثلاث لعيبه وفي رابع ورا هو. بالظبط بالظبط بيضغطوا. هو بيلعب دفاع متقدم نفس طريقه لعب الزمالك، بيحاول ان هو يغلط الخصم في منطقه الخطوره عنده، وبينقله الكوره. بعد كده لما بيقطع بيروح بفعاليه، لان عنده الفرويدين الحقيقه مميزين جدا، ان كان اوديون ايجالو او الدوسري. بيروح على الجول بفاعليه، وعندهم بنيان قوي وسرعتهم بالكره، وعندهم الدريبلينج عالي وبنيان قوي وهيدرز كويسين. بيلعبوا فعاليه هجوم بنسبه 90% وفعاليه الدفاع 10%. اذا الزمالك لو يقدر ان هو يضغط عليهم هتكون ميزه للزمالك. لو اقدر اخلص في اول ربع ساعه بهدف او الثاني هخلص عليهم. عندهم الكومباك او الريمونتادا صعبه شويه، هم لما بياخدوا الثقه ويجيبوا اجوان الماتش يبقى بتاعهم، ولكن ما بيعرفوش يعملوا كومباك او يعملوا ريمونتادا. يعني لو مونيا مرمهم بهدف بدري هم بيقعوا من الفرق اللي بتقع، ما بيقدروش يرجعوا تاني، يعني ترجع تاني بسهوله. بالظبط. هنا الكره دي جت جون. الكره هنا بس احنا كنا بنشرح هم ازاي بيضغطوا ضغط عالي. في صور تانية لو ممكن نستعرضها كمان، لو في صوره تانية. هو خلاص ضغط هنا اهو، وضغط وبيقطع وبيروح. يعني الكره دي ضغط وقطع وراح وحط جول. في صوره تكمله يا جماعه ده الضغط يا جماعه العالي. بالظبط. ضغط وقطع وراح على الجول كمان. بيغلط المنافس في منطقه الديفنس عنده. كمان برضو يا كابتن، هم الحقيقه بيمتازوا بان هو 90% فعالياتهم على الهجوم، يعني هم بيلعبوا كره هجوميه، و10% تمام بالدفاع. كمان برضو نقطه اخيره حابب اقولها في تكمله دي جول. دي احرزها هدف. بالظبط. عندهم 5 اصابات ابرزها زي ما سمعنا وبنسمع في السوشيال ميديا، ابرزها هو سالم الدوسري اللي هو الشادو سترايكر بتاعهم. هل هو مصاب فعلا ولا لا؟ يمكن انا تواصلت مع احد المدربين في السعوديه الحقيقه، مدرب صديق لينا، قال لي لغايه تمرين امبارح هو لم يشارك. يعني الله اعلم هل سيشارك ولا لا، ولكن هو مهاجم خطر. لسه يوم ماتش يوم 9 ممكن يلحق. بالظبط، يوم الجمعه القادمه. بالظبط. وطبعا مدربهم رامون دياز مدرب ارجنتيني طبعا خبره، بيضيف لهم الفعاليه. الهلال كمان بيحب يكون فعل وليس رد فعل. الحقيقه دي ميزه بيمتاز فيها الزمالك، ان انا اقدر ان انا اكون فعل واقدر ان انا اكون رد فعل. الهلال بيحب دايما ان هو يكون فعل وليس رد فعل، يحب دايما ياخد المبادره وياخد الاسباقيه. تمام. يعني متفائل كابتن عماد بماتش الزمالك ان شاء الله، والهلال باذن الله الزمالك يقدر إن يكسب ان شاء الله. وخاصه ان المعلومات اللي انت بتقولها دي صحيح، وخاصة ان الدفاع الهلال دفاع عادي جدا بيخطئوا. في انا فيديو برضو بعته للاعداد لو ينفع نحط بس ما هي انت عارف اللقطات حصرية ما نقدرش نعرض لقطات يعني. تمام. دفاع عادي عادي جدا كابتن طارق، وبيغلط وليه اخطاء وبيرقص جوه منطقة ال 18 والناس والفرق بتقطع منهم وتقطع وتخلص. فاذا شايف المباراة سهلة، مباراة في المتناول، اهم حاجة الدوافع عند اللعيبة والجهاز الفني، ان احنا زي ما قلنا نستفيد ماديا، نستفيد نسوق نفسنا. القيمة التسويقية لكل لاعب بترتفع الضبل في هذه المباريات. احنا هنا دي بروفا لكأس العالم، مش بروفا ليست سهلة، ليست قليلة وليست سهلة. تمام. كابتن عماد شرفتنا ونورتنا، بشكرك شكرا جزيلا و امتعتنا. شكرا كابتن طارق، ربنا يخليك. شكرا حبيبي. هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، ونستقبل كابتن محمد صبري نجم مصر ونادي الزمالك في الفقره الثانيه. يتزامن اليوم 3 سبتمبر مع الذكرى 10 لرحيل محمود الجهري، شيخ المدربين المصريين واحد ابرز من انجبتهم الكره المصريه في عالم المستديره لاعبا ومدربا. محمود الجهري الملقب بالجنرال كان واحداً من صنعوا تاريخ الزمالك في قارة إفريقيا خلال فترة التسعينات، وقاد الجهري فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتتويج بلقب إفريقيا للأندية أبطال الدوري في عام 1993 على حساب أشانتي كوتوكو الغاني. وبعدها استطاع الفارس الأبيض في ولاية الجنرال من إسقاط الأهلي في جوهانسبرغ وعناق لقب السوبر الإفريقي في يناير من عام 1994. واحتفظ محمود الجهري برقم مميز من بين جميع مدربي الزمالك المحليين خلال العقود الثلاثة الأخيرة، حيث كان آخر مدير فني محلي يقود الزمالك للفوز على الأهلي في مباريات القمة، وذلك في مباراة الدور الثاني للدوري موسم 1993-1994، قبل أن ينجح مؤمن سليمان بعدها ب 22 عاماً من قيادة الزمالك للانتصار على الأهلي في نهائي كأس مصر
موسم 2015-2016. إنجازات لا تعد ولا تحصى لمحمود الجهري في مجال التدريب مع منتخب مصر وعدد كبير من الأندية، على رأسها قطبي الكرة في مصر الزمالك والأهلي، كذلك في عدة تجارب خارجية أبرزها مع المنتخب الأردني وتطوير الكرة الأردنية. محمود الجهري الاسم العملاق في عالم التدريب بالكرة المصرية والعربية بشكل عام، ستظل ذكراك خالدة في قلوب وعقول أنصار المستديرة في الوطن العربي بشتى ميولهم وانتماءاتهم.